نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول أو من الصف وراء الإمام أين دليلك؟ ليس عنده دليل. الواجب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا دليل لهذا الرجل الذي يزيل الصغار عن الصف الأول، بل في هذا جناية على هؤلاء الصبيان، جناية عليه، وفيه أيضا تنفير لهم عن المسجد،